التبول اللا إرادي عند الأطفال. يعد التبول اللا إرادي مشكلة يعاني منها الكبار والصغار، وتعرف بأنها الانسياب التلقائي للبول سواء في الليل أو في النهار أو في الاثنين معا، إلا أن الصغار أكثر عرضة للمعاناة منها، وخاصة الذين تتجاوز أعمارهم 4 سنوات، وهو السن الذي يتوقع فيه أن الطفل أصبح قادرا على التحكم بمثانته. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا التبول قد يكون أوليا، أي أن الطفل منذ ولادته وحتى عمر متأخرة لا يستطيع ضبط بوله والتحكم به، أو قد يكون ثانويا بحيث يرجع الطفل إلى التبول اللا إرادي بعد مرور وقت على قدرته على التحكم بمثانته، علما أنه في كثير من الأحيان يترافق هذا الاضطراب مع التبرز اللا إرادي. وفي هذا الفيديو سنعرفكم على التبول اللا إرادي عند الأطفال. ما هي أسباب التبول اللا إرادي عند الأطفال؟ أولا، شعور الطفل بالغيرة نتيجة قدوم أخ صغير له، الأمر الذي يدفعه للتبول على نفسه ظنا منه أنه سيحظى باهتمام أكبر من أمه. ثانيا، التعرض لأزمة نفسية قوية تسبب له الشعور بالاكتئاب والتوتر النفسي، علما أن ذلك قد يكون بسبب تغيب أحد الأبوين عن العائلة، إما للعمل أو بسبب الطلاق أو بسبب كثرة المشاجرات والمشاحنات العائلية بين الأبوين. وكذلك من مسببات التبول اللا إرادي هو إهمال الوالدين تدريب طفلهم على استعمال المراحيض، علما أن هذا التدريب يزيد من قدرته على التحكم بمثانته، أو تدريب الطفل في عمر مبكر على التحكم ببوله وهو لا يستطيع ذلك. من هذه الأسباب أيضا مبالغة الوالدين في ردة فعلهما تجاه الأخطاء التي يقوم بها الطفل، كالصراخ فيه بصوت مرتفع أو تعنيفه أو إحراجه أمام زملائه أو أصدقائه أو تهديده. إصابة الطفل بالبرد أو تعرضه لأزمة صحية تتطلب دخوله إلى المستشفى أو إصابته بأمراض معينة كمرض التهاب الجهاز البولي أو السكري أو الإمساك المزمن. ومن أسباب أيضا التبول اللا إرادي انفصال الطفل عن أمه وابتعاده عنها لفترات طويلة، الأمر الذي يزيد من حاجته للحنان والحب. وكذلك الهجرة أو الانتقال إلى مكان آخر لا يرتاح فيه الطفل. لنتكلم الآن عن كيفية علاج التبول اللا إرادي عند الأطفال. يجب أولا معرفة السبب الرئيسي وراء إصابة الطفل بهذا الاضطراب ومحاولة معالجة هذا السبب. نراعي حالة الطفل النفسية ونتجنب تعنيفه أو الصراخ به، ونحتضن الطفل، نشعره بالحنان والحب، نشجعه للتغلب على مشكلته ومعاملته بلطف وعدم التبرم من مشكلته ومحاولة احتوائه. لنعالج التبول اللا إرادي، أولا يجب أن نغطي فراش الطفل بملاءة داخلية من النيلون وأخرى خارجية لمنع تسرب البول إلى الفراش، وفعل ذلك على أسرة إخوته الموجودين معه بنفس الغرفة لكي لا يشعر بالضيق. نضع قطعة من القماش بين قدمي الطفل بعد أن يغط في نومه لتجنيب الشعور بالإحراج وللتقليل من فرصة تسرب البول إلى الفراش. نقلل من كمية السوائل المعطاة للطفل بعد المساء ومنعه من شرب القهوة أو المشروبات الغازية، وإفهام الطفل أن مثل هذه المشروبات تؤخر علاجه. محاولة إيقاظ الطفل مرة أو مرتين خلال الليل ليستخدم الحمام، خاصة في الشتاء، علما أن ثقل نوم الطفل قد يكون السبب وراء تبوله اللا إرادي. محاولة مكافأة الطفل في كل مرة يستطيع فيها التحكم بتبوله ومنحه الهدايا وتشجيعه باستمرار. إعطاء الطفل وصفات طبيعية فعالة للتقليل من فرص تبوله اللا إرادي، مثل تناول ملعقة صغيرة من العسل قبل الذهاب للنوم.